بسم الله الرحمن الرحيم. عز الدين قاتان مؤسس ومدير معهد تكوين الممرضين ايفي بمدينه اسفي. اليوم الحضور ديالنا لمسانده الجمعيه المغربيه لمسانده مرضى السرطان، هذه الفئه اللي خاصه واحد العنايه خاصه، وهذه الفئه اللي ابسط شيء هو ما نقدمه اليوم في هذا النشاط اللي كتنظمه الجمعيه المغربيه. نحن لا اداره ولا كطلبه ديال 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 المعهد ديالنا سنكون سند واي نشاط لهذه الجمعيه. نحن ندعمها في جميع الانشطه ديالها، وكذلك نتمنى اعطاء اهميه اكثر لهذه الفئه بمدينه اسفي، لا من حيث البنيه التحتيه ولا من حيث كذلك العلاج ديالها ولا حتى ما هو نفسي المسانده ديالهم. وشكرا للجمعيه على هذا النشاط اللي نظمته، ونحن جنود مجنده وراء جميع الانشطه اللي كتستهدف هذه الفئه، وشكرا.